كذلك استقبل الأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري عددا من الشخصيات السياسية والاجتماعية خلال دعوة إفطار في العاصمة بغداد، وبحث المجتمعون آخر تطورات الأوضاع الانسداد الذي تشهده العملية السياسية في العراق، وشدد المجتمعون على ضرورة إدامة التواصل بين جميع الأطراف للوصول إلى حكومة وطنية تؤمن بخدمة المواطن وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة.